السائل يقول: ما معنى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينها وبينه إلا ذراع، ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث؟ خاتمة العبرة بالخواتيم، هذا يدل على أن العبرة بالخواتيم، من ختم له بسوء ولو كان صالحا في الأول يبطل عمله، ومن ختم له بخير ولو كان عمله سيئا فإذا تاب إلى الله قبل موته تاب الله عليه. نعم.